السلام عليكم. قبل أيام حشدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المئات من المقاتلين وشنت هجوما عنيفا استخدمت خلاله مختلف أنواع الأسلحة، واقتحمت قرى صغيرة في الشعاور والأهمل في العدين إب، وفجرت عددا من المنازل، واختطفت عددا من المواطنين، ونهبت ممتلكات الأشخاص نتيجة علاقتهم بالمقاومة. بالأمس حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منطقة الصراري، إحدى المواقع العسكرية المهمة التي تقع جنوب تعز وشرق جبل صبر، وتشكل أحد المنافذ التي ترتبط بصبر، وكانت تستخدم كبؤرة اختراق عسكرية للميليشيا ومنفذ للتضييق والحصار على المدينة. أعطت المقاومة الأمان للمنازل وعملت الأسرى معاملة أسرى حرب، ولم تفجر منزل أحد أو تعتدي على المدنيين. فبين مسلك المقاومة والجيش الوطني ومسلك الميليشيا تتضح الصورة للمتابع اليقظ من خلال تعامل المقاومة مع قرية السراري بؤرة الميليشيا، وتعامل الميليشيا مع الشعاور والأهمل، وبين نسف البيوت في حزم العدين وتأمين البيوت في قرية السراري، بين تأمين المرأة والطفل في قرية السراري وترويع المرأة والطفل في الشعاور والأهمل، وكيف أطلقت الميليشيا النار على شباب عزل في النادرة، وكيف تعاملت المقاومة مع المقاتلين في السراري كأسرى حرب، كيف أفشلت المقاومة مساعي الميليشيا في تحويل السراري إلى مظلمة سلالية، إضافة إلى الزيف الحقوقي والتعاطي والهالة الإعلامية حينما تغض الطرف عن قرى يتم نسفها في إب والبيضاء وتحاول أن تصنع ادعاءات وفبركات لاستدعاء هوس المظلومية التي أصبح المزاج العام لا يتعاطى معها على محمل الجد. حول مسلك المقاومة في قرية السراري تعز ومسلك الميليشيا في الشعاور الأهمل إب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. بين قرية السراري شرق جبل صبر بتعز وبين قريتي الشعاوري والأهمول بحزم العدين في إب، يتضح الخيط الأبيض من الأسود وتتضح الرؤية لمن أراد فيما يتعلق بحقوق الإنسان بين مسلك المقاومة والميليشيا. فما إن سقطت منطقة السراري بيد الجيش والمقاومة الشعبية حتى ارتفع النداء بالأمان والسلام للسكان. وتعهدت قيادة المقاومة والجيش بتعز في مؤتمر صحفي بسلامة الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ في الصراري. ما حصل اليوم، الأخوة قادوا العملية بأخلاقية المحارب، دخلوا الصراري، لم تهتك بيت، لم يهتك عرض، لم يقتل طفل. كل ما يروج له الآن ومتروج له الإعلام التابع لعصابة الحوثي هو ترويج خاطر، ترويج خاطئ ومبالغ فيه. نطلب منكم أنتم أن تذهبوا إلى الصراري وتتأكدوا بأنفسكم ما هو موجود. تبخرت حملة الادعاءات الإعلامية التي شنتها طيلة الأسابيع الماضية وسائل الإعلام الإنقلابي وأخرى إيرانية عن مظلومية جديدة سعت لترويجها، ونشرت الأخبار عن عملية تطهير عرقي وتهجير وحرق المنازل ومسجد العالم جمال الدين. لكن الحقيقة أن لا شيء حدث من ذلك، وأن صوت الأمان صدح من مسجد جمال الدين نفسه مؤمنا سكان القرية. نحن نطلب منكم أن تذهبوا إلى الصراري وتتأكدوا بأنفسكم ما حصل هو حصل منهم. أسرى يعاملوا معاملة الأسرى، المقاومة كانت في نطاق المقاومة والمقاومة دخلت إلى هذه المنطقة وستظل ضمن المقاومة ويعاملوا معاملة كأسوة بالقرى الأخرى. في المقابل تحضر في الأذهان قرية الشعاوري والأهمول وما حدث ولا يزال في هذه المنطقة المنكوبة بالميليشيا، حيث تواصل ميليشيا الحوثي وصالح تفجير منازل المواطنين من أبناء الشعاوري والأهمول بحزم العدين في محافظة إب. الميليشيا التي كانت قد حشدت المئات من المقاتلين القادمين من صعدة وعمران وذمار وشنت هجوما عنيفا واقتحمت قرى الشعاوري والأهمول، وبعد سيطرتها على المنطقة بدأت بأعمال النهب والسلب لممتلكات المواطنين، وروعت من بقي من سكان الشعاوري من الأطفال والنساء وفجرت 5 منازل. تبدو المفارقة أكثر حضورا بين ما حدث في الصراري وبين قريتي الشعاوري والأهمول، لتؤكد أن الحقيقة هي ما تحدث لا ما تصنعها الدعاية الإعلامية. إذا مشاهدينا الكرام، بداية سيكون معنا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور.
أستاذ عبد الهادي، يعني تم تحرير صرار إحدى المناطق العسكرية للميليشيا وبؤرة الاختراق العسكري التي كانت تستخدمها للتضييق أيضا على المدينة والمقاومة. برأيك لما الجدل دار حول الصرار بالذات دون غيرها؟ والجدل لم يدور حول الصرار فقط، لكنه دار قبلها حول غيث الرومينا، دار قبلها حول الإسراء، هذا في منطقة تعز فقط، دار حول أكثر من مكان. تسعى دائما جماعة الحوثي وصالح التي قامت على فكرة المظلومية أو فكرة المظلمة كفكرة تاريخية تستند إليها، وبالتالي تصنع مظلمة من أجل أن يكون هناك حشد للانتقام وأيضا تأليب الأنصار. كلمة تطهير عرقي كما يقال الآن، ما المقصود به؟ هل هذه الجماعة اختارت لنفسها حالة الاستجاء مما نسميه بالاستبعاد الاجتماعي الاختياري لهذه الجماعة دون الناس؟ وبالتالي من هي الأسر التي يعتقدون أن حالة التطهير العرقي نشتها؟ أليس هؤلاء جزءا من البنية الاجتماعية لجبل صبر ذلك الذي يمتد على؟ نعم أستاذ عبد الهادي، ما زلت معنا؟ إذا نناقش مشاهدينا الكرام ما دار حول قرية أسرار من أحاديث وترويج شائعات كثيرة نالت المقاومة في مسألة تطهير العرقي الذي يتحدثون عنها كثيرا، ولربما أشار إليها الأستاذ عبد الهادي بأن هذه المسألة ربما هم من يستشعرونها وأنها تدار هذه الشائعات حول هذه المنطقة ربما لحشد انتقام بصورة أخرى ولتأليب فئات المجتمع بعضها ضد الآخر. نتناول في هذه الحلقة مقارنة أو لنقول وضع صورة مفارقة بين ما حدث في الشعاور والأهمول وما حدث في السراري. ما يلفت في الانتباه حقيقة الكثير من الإعلاميين والحقوقيين الذين لم يتناولوا الشعاور والأهمول بأي ملحوظة ولا بأي حديث ولا بأي كتابة حول ما حدث من انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان وربما مسجل، بينما يعني عاد إلينا عبد الهادي. إذا نتحدث عن هذه النقطة مشاهدينا الكرام في المساء اليمني، وهي وضع مقارنة بين مسلك المقاومة حين تحرر منطقة ما وبين مسلك الحوثيين حينما يقتحمون منطقة ما. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا. نعم تفضل أكمل حديثك. كنت تتحدث عن أن هذه مسألة الاصطفاء الذين هم يعني نأوا بأنفسهم، يعني كانت هي مجرد ابتعاد اختياري كما تفضلت بتسميتها. تفضل. هذا كان مجرد استبعاد اجتماعي اختياري. نعم. هناك مجموعة تسعى إلى أنها تعتبر نفسها ما فوق الناس، وبالتالي هي ليست من المواطنين بل هي في مرتبة أعلى من المواطنين. هذه الفكرة أتت من شمال الشمال وليست جزءا من التركيب الثقافي والاجتماعي لمحافظة تعز. أولا هذه المسألة عفى عنها، هناك طبقة كانت متواجدة في تعز هي طبقة الصوفية، وأيضا تحول حتى أولئك الذين يدعون أنهم من البيوت الهاشمية كما يزعمون، ولا نمتلك دليل لأن هذه النظرية هي أشبه بنظرية النازية ونظريات التفوق القومي والتفوق العرقي أو الجنس الآري. هذه لم يثبت عالميا أنها تختلط، وبالتالي لا توجد سوى المجموعات المعزولة من البشر في مناطق الأدغال والتي لا تحتك بأي تركيب اجتماعي، لكن هذه الجماعة تسعى إلى أن تخلق لنفسها حالة من التفوق من أجل إعادة تقسيم المجتمع، وبالتالي هذه الطبقة التي تسعى إلى خلقها هذه الجماعة. في الفترة الماضية أزعجنا كثيرا بمسألة بيت الرومينا، واتضح فيما بعد أن هذا كلام هو، وأن الذين وقفوا كانوا صفين، مجموعة مع الشرعية ومجموعة مع الانقلاب، وهكذا حسمت المسألة. كان من بيت الرومينا هم من تزعموا مسألة إخراج هذه الجماعة التي تعمل لصالح جماعة أخرى في تمزق المجتمع. نعم ابقى معنا أستاذ عبد الهادي. انضم معنا العقيد محمد المحمودي رئيس المجلس العسكري بمديرية مشاعر حمدان وقائد العملية العسكرية التي حررت السرار. مساء الخير عقيد محمد المحمودي، ونبارك لكم هذا النصر.
كويس والسلام يكون بخير من مصر الى مصر ان شاء الله، لكن نريد ان نصحح لم يمثل قائد العمليه العسكريه. العمليه العسكريه قادها الجيش الوطني بقياده سماحته السراجي والاخ العقيد عبد الجزائر. الجيش الوطني اليوم قام بعمليه امنيه وعسكريه في منطقه السراي في ملاحقه بعض القيادة التي كانت. سيادة العقيد العفو فقط الصوت غير واضح، سنحاول التواصل بك مرة أخرى حتى نتمكن من سماعك جيدا. يعني الشباب في الكنترول سيحاولوا التواصل بك مرة أخرى، وأنا سأعود إلى السيد عبد الهادي العزازي. أستاذ عبد الهادي، يعني أنت تحدثت عن يعني هذه الأحاديث التي دائما ما تنال بعد أي تحرير المقاومة، لماذا برأيك يعني تطعن المقاومة في مسألة يعني تعاملها مع الآخر وتصور بهذه الوحشية؟ هل يعني صبغ صفة داعش كما يقولون على المقاومة، أما هي الفكرة بالضبط حول ما يحدث؟ حول ما يحدث هناك انقلاب ضد شرعية قائمة، وبالتالي الانقلاب لا شرعي، بل لا شرعية تسعى إلى خلق لا شرعية في المنتدى. نعم. فهي تحاول رمي التهمة التي تشعر بثقلها على كاهلها على الآخرين، هي تحاول قدر الإمكان أن تبرز كجماعة شرعية، وبالتالي تحاول التغطية على سنة ونصف من الحصار والقصف، استهداف الأطفال، استهداف المستشفيات، استهداف المدارس، استهداف الجوامع، جرى استهداف جامع الأشرفية، جرى استهداف جامع المظفر، جرى استهداف جامع حارة إسحاق والمسمى بجامع جمال الدين في المدينة. وأيضا وهذه أماكن أنا شاهدتها بعيني، لا أتكلم عن مسألة فراجرة استهداف جزء من مأذنة جامع الأشرفية وهو أهم الجوامع التاريخية في مدينة تعز، جرى استهداف المدينة القديمة بطريقة مركزة، وبالتالي جرى استهداف البعد الثقافي للمدينة أي الفترة الرسولية. هنا تحاول الميليشيات وجماعة الانقلاب التغطية على جرائمها، والتي آخرها القصف الذي طال الأطفال وطال المدنيين بشكل عام. تم ضرب مقدسات، تم ضرب أسواق، تم استهداف مباني سكنية لمواطنين عزل، وهذه جزء أساسي من مسألة تغطية جرائم. مع الأسف الشديد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يتخذ من صنعاء مقرا له هو الذي يقف خلف هذه العمليات. نعم استاذ عبد الهادي، يعني حين نتحدث عن المنظمات في ظرف يومين. نعم استاذ عبد الهادي، اذا سمحت لي. التقصي نعم وسنه ونصف لم يستطع هذا المكتب تحريك ساكنا هنالك. استاذ عبد الهادي نعم سنتحدث عن ذلك. المنظمات التابعه للامم المتحده طرفا في الانقلاب، وهنا الاشكال من نعم. العضو في الامم المتحده، اليست الشرعيه هي العضو؟ كيف تتعامل هذه المنظمه وايضا اللجان التابعه لها، حتى المنظمات الاوروبيه التي تدعم؟ نعم استاذ عبد الهادي سنتحدث عن هذا في نقطه لاحقه. استاذ عبد الهادي اذا تكرمت. لم تدن جماعه الحوثي سوى مره واحده. نعم استاذ عبد الهادي هل تسمعني؟ الدوليه حتى في تقريرها الذي اصدرته عن مدينه تعز قالت لا تعرف مصدر القذائف، وكانها حمم براكين اتت من مكان لا تعلمه. قذائف تاتي من الخصم لتضرب المدينه في حالة حرب، فترى من أين أتت القذائف؟ من دولة مجاورة أخرى؟ هذا كلام هراء. وبالتالي آلية التعامل، أليست هذه المقاومة والجيش الوطني هم جزء من أبناء المحافظة؟ كان بيانهم واضح. نعم أستاذ عبد الهادي سنتحدث عن دور المنظمات. نعم حتى قيادات سنأتي أستاذ عبد الهادي للحديث عن دور المنظمات خاصة الحقوقية في هذه المسألة، بعد أن يعني نذهب أولا للعقيد محمد المحمودي الذي عاد إلينا رئيس المجلس العسكري بمديرية مشرع وحدنان. مساء الخير سيادة العقيد. نعم سيادة العقيد، يعني نعم نود أن نسمع منك كيف جرى تحرير قرية الصراري. اليوم يهم الشعب اليمني والمحافظة بتحرير قرية الصراري أو ما نسميها سكنة الصراري المتمركزه في جبل خبر. اليوم قام الجيش الوطني يدعون بالمقاومه الشعبيه بتحرير هذه المنطقه، وهي من القرى التي قامت بقطع الطريق على الشريان الرئيسي الذي كان يمر مدينه تعز ثلاثي من مصر خبر النادي تعز. قام اليوم الجيش الوطني بساعات الصباح الاولى باقتحام هذه القريه، وقام
بأسر عدد كبير من المقاتلين من أبناء منطقة الصراري، وكذلك كان معهم مقاتلين من خارج منطقة الصراري وكذلك من خارج منطقة الصعيد. نعم. هو يوم انتصار في المقاومة في جبل صدر وفي محافظة الصعيد، اليوم نستطيع أن نعلنه بكل وضوح بأنه جبل صدر تطهرت تماما من كل الجنود ومن كل القواعد الهجين، أصبح جبل صدر والمنطقة الآمنة والظهر الآمن لمدينة سعيد، واليوم الحاضر الحقيقي والأمين على مدينة سعيد. نعم سيادة العقيد، يعني حدثنا عن أهمية تحرير هذه المنطقة بالذات خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري، وأنها كانت نقطة للتضييق على المدينة والمقاومة أيضا. تعلمون بأن جبل صدر لديه أهمية عملاقة استراتيجية بالنسبة لمدينة سعيد، وهذه القرى تعتبر جزء من هذه الأهمية الاستراتيجية العسكرية. هذه القرى واقعة على خط شريان أساسي، طريق تمتد من مكلاف التربة إلى مديرية صدر المعدن وكذلك إلى مدينة سعيد. هذه الطريق قام بعض المتحركين من المنطقة وكذلك بعض المتحركين الحوثيين الذين أتوا من سعد وعمران بقطع هذا الطريق بمحاصرة استثمار حصار مدينة سعيد قبل سنوات. تم قول كثير من التفاوضات مع هؤلاء الناس، فانتنا على رأس لجنة وقافة تم إبرام كثير من الاتفاقيات التنفيذ، إلا أن من اختطفوا قرار هذه القرية من قاعدة ومن عمران ومن صنعاء كانوا يضغطون على المواطنين ومختطفين قرارهم لحكاية قطع الطريق. تم اليوم العمل العسكري لتحرير هذه المنطقة، وهي تعتبر منطقة استراتيجية ومهمة جدا في أمن سعيد وحماية ظهر هذه المدينة الصامدة في حربنا ضد هؤلاء 30 من كروت نظام. نعم، إذن شكرا لك سيادة العقيد محمد المحمودي رئيس المجلس العسكري بمديرية مشعة وحدنان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، هل نستطيع أن نقول أنه كانت هناك بروباغندا إعلامية سبقت تحرير المنطقة وجعلت من كونها قضية حقوقية وأنها محاصرة وأنها يعني وبعد التحرير حدث الحديث عن التطهير العرقي كما أسمونه؟ هو هنا ما يقصد بالتطهير العرقي إخراج العناصر الوافدة إلى منطقة الصراري من خارج منطقة صدر ومن خارج محافظة تعز تماما، القادمة من صعدة والقادمة من عمران والقادمة من صنعاء كما أسلف العقيد ذكره قبل قليل. وهذه المسألة متعارف عليها أو معروفة تماما فيما يخص مسألة الصراري. هنالك أكثر من منطقة يجري استخدامها كمناطق انطلاق. هذه المنطقة كانت عبارة عن قطع للطريق، هنالك حالة من الضغط لقطع الطرق واستكمال فوق الحصار على المحافظة كاملة وليس على مدينة تعز. هنالك ضغط بالوصول إلى قطع التربة عدن الذي يمر عبر منطقة طور الباحة عبر منطقة ما تعرف اليوم بمديرية حيفان، هنالك ضغط كبير، هنالك حالة تهجير مبيشة في حيفان لسكان الأعبوش لمنطقة ضبي لقرى ضبي وأيضا القرى الأخرى. جرت في جافا الميليشيات استهدفت البيوت من داخل عمران، من أيضا من حرب سفيان إلى عمران إلى غمار إلى وأطرقت في رداء وتعز وأيضا منطقة الأهمول في العدين وفي ومناطق أخرى. الإشكال الكبير أن المنظمات الحقوقية الموجودة منظمات محلية، في حين المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر أغلبهم مستوطنين في صنعاء ويرسلون أفرادا، بعضهم يدخل المحافظة والبعض الآخر يكسب تقارير من محافظة إب مما يجمعه من وسائل الإعلام والنت، وبالتالي أيضا تملى عليه تقارير جاهزة من قبل الجماعة من قبل جماعة الانقلاب، هي تدرك هذه المسألة تماما وهي مستعدة في هذا الجانب بشكل كبير. هناك تقصير مع الأسف الشديد من وزارة حقوق الإنسان وأيضا تقصير من المنظمات التي تعتبر نفسها محايدة، البعض انعزل والبعض غادر وعدد كبير من المنظمات تدعي أن هذه المناطق غير آمنة ولا تستطيع زيارتها وهي جزء من الادعاءات. نعم، ابقى معنا أستاذ عبد الهادي. انضم معنا أيضا الأستاذ الكاتب الصحفي فهد سلطان من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد.
الأنوار عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. أستاذ فهد، كيف تفسر الهجمة الشرسة التي نالت المقاومة خاصة فيما يتعلق بمسألة يعني تفجير الجوامع والمنازل للخصوم، يعني ووصف المقاومة بالأعمال التي تقوم بها الميليشيا فعلا؟ في حقيقة الأمر فيما يعني الأخبار التي جاءت من منطقة الصراري حتى الآن لا زال من المبكر الحكم عليها سلبا او ايجابا، تحتاج الى تحقيق كامل. تاريخ المقاومه منذ انطلاقتها منذ سيطره الحوثيين على يعني العاصمه صنعاء وحتى الان لم يثبت او لم يكن لها اي منهج في تفجير منازل الخصوم او المساجد او اي نغمه او اي تصرف من هذا القبيل، وبالتالي ما حصل او الاخبار التي وردت اليوم عن تفكير احد المساجد في منطقه الصراري من المبكر جدا الحديث او اتهام طرف من الاطراف، نحتاج الى تحديد شفاف. انا لا استبعد ان جماعه الحوثيين وعلي عبد الله صالح قد يلجؤون الى اي تصرف من اجل اداره الراي العام. منطقه الصراري هي منطقه ليست سهله، وهذه المنطقه لها بعد ديني ولها بعد ثقافي بالنسبه لجماعه الحوثيين، وهي لها مركزيه غير عاديه، وبالتالي كانت هي كانت لها موقع وكان كان لها موقع خلال الفترة الماضية، وهي السبب الرئيس والأبرز فيما حصل في جبل صدر بشكل عام وفي بتعز بشكل خاص وفي جبل صدر بشكل عام. وبالتالي مثل هذه التصرفات أعتقد أنها لا يمكن أن تكون على المقاومة، وإذا حصلت أو إذا ثبت أنها حصلت على المقاومة فإن المقاومة تحديدا لا يمكن أن تبقى مكتوبة الأيدي أو أن تسمح بمثل هذه الأعمال التي تتنافى مع الموقف الأخلاقي الذي خرجت من أجله المقاومة. لا يمكن، ليس من أخلاق المقاومة ولا من أخلاق الجيش الوطني ولا من أخلاق المعارضة التي ترسل التواجد الحوثيين أن تواجههم بنفس الأخلاق أو بنفس السلوكيات التي مارسوها. نعم. إذن أستاذ فهد، لو تحدثنا عن يعني مقارنة بسيطة بين سلوك الميليشيا في الشعاور والأهمول في إب وسلوك المقاومة في قرية الصراري في التعامل مع الأسرى ومنازل الخصوم أيضا، ما أبرز المقارنات التي يمكن الحديث عنها؟ ليست منطقة الشعاور فقط في مدينة إب التي تم تهجير ما يقارب 10 منازل وتهجير، وهنالك عدد من يعني وتهجير عدد من السكان. نعم، يعني نحن لا نتحدث فقط عن هذه المنطقة لكن لتزامن ربما أو لتقارب الوقت والحدث. لا أعتقد أنها مرتبطة بمنطقة الشعاور الذي حصل أن هذه المنطقة قد هنالك سبق يعني تحدث عن منطقة الصراري، سبق هنالك اتفاقات بين المقاومة وبين أهل هذه المنطقة وأعيانها، كان هناك اتفاقات على تسليم السلاح الثقيل فقط وأن يتم تأمين هذه المنطقة بشكل كامل وتبقى التماهي دون أي مساس بها، ويخرج المسلحين المتواجدين من منطقة صعدة ومحافظة دمار. وهناك بعض الأخبار غير المؤكدة تتحدث عن هنالك شخصين من حزب الله متواجدين في نفس المنطقة. تم الاتفاق وتم التوقيع من قبل الطرفين، وبقيت المقاومة لمدة أسبوعين دون أن يكون هنالك تنفيذ ولا لخطوة واحدة، كما هي عدد جماعة الحوثيين في توقيع الاتفاقيات في الاوقات الحاليه ثم بعد ذلك الانقلاب عليها. لجأت المقاومه كحق طبيعي في ان يتم تطهير هذه المنطقه، لان هذه المنطقه اصلا هي مطله على مدينه تعز، وهي بنفس الوقت تقع بالقرب من موقع العروس الاستراتيجي، وبالتالي يعني عودت هذه المنطقه الى يد المقاومه او الى حرب الصرير كان قضيه مهمه ولا ينبغي ان تتاخر بشكل كبير. هذه المنطقه لم تعد يعني الى جانب انها منطقه دينية تمارس فيها كثير من يعني من العقائد التي هي دخيلة على الثقافة ويعني وجبل صبير، وإن كان هذا الشيء غير مهم بدليل أنها استمرت لأكثر من 3 عقود دون أن يمس حياتهم أحد، إلا أن هذه المنطقة يتم فيها كثير يعني انطلاق كثير من المسلحين، يتم فيها عدد من التدريب، وهذا الذي استدعى المقاومة أن يتم تطهير هذه المنطقة بشكل كامل وأن يتم تأمينها وأن تعود إلى وضعها الطبيعي وهو ما حصل بالضبط. نعم، ابقى معنا أستاذ فهد. أستاذ عبد الهادي، لو تحدثنا عن انكماش خطاب الميليشيا التي بدأت تتحدث عن مسيرة قرآنية وتحرير القدس وعبارات يعني رنانة كبيرة، الآن بدأوا يتحدثون عن تطهير عرقي ومظلمة حقوقية، اسمح لي أن أسمع منك الإجابة بعد الفاصل، فابقوا معنا نعود إليكم بعد قليل.
عودة إليكم مشاهدينا الكرام. أستاذ عبد الهادي، كنت سألت قبل الفاصل عن انكماش الخطاب الإعلامي للميليشيا، وبعد أن كانت تستخدم عبارات عريضة حول أنها ستحرر القدس وبأنها مسيرة قرآنية، ثم عادت للحديث عن تطهير عرقي ومظلمة حقوقية، كيف تفسر هذا الاختلاف؟ هذه المسألة أدمنت هذه الجماعات عليها مباشرة من حيث المنشأ للجماعات الشيعية والمتشيعة عموما، هي تعتبر كربلاء مرجعا لها. هذه المظلمة أدت إلى بروز حالة الرداوة الموجودة في التاريخ العربي الإسلامي. نحن معشورين بصراع تم قبل 1400 سنة، وكأن هذه المرحلة كانت يمكن أن تخلق يعني حالة مختلفة تماما. هناك مشكلة في النظرية السياسية. هذه الجماعة تقوم على فكرة أنها جماعة ظلمت وأنها جماعة نقصية. لكن أستاذ عبد الهادي، يعني ما الحكمة أن تستدعي كبيرا داخل هذا البلد؟ أستاذ عبد الهادي، ما هي الحكمة أن يستدعوا يعني مظالم لم تعيشها البلد أساساً؟ يعني هذه المظلوميات التي يعني حدثت في العراق وكربلاء وغيره، يعني لم تحدث في اليمن، ولم تكن اليمن ميداناً لمثل هذه الصراعات. هذه المسألة مرتبطة كان بالحق المقدس. هؤلاء يعتبرون أنفسهم أصحاب حق مقدس، هم أصحاب مظلمة، وبالتالي على المجتمع أن يخضع وأن يتركهم يحكموا. يعني أنا أدعي أن يتم قتل جدي في منطقة معينة، فبالتالي أصبح صاحب مظلمة، على الناس أن يقبونني بدل هذه المظلمة أن أحكمهم. فبالتالي هذه المسألة مدعاة للتعاطف، مدعاة لدغدغة عواطف الناس أن الأرض كانت سوف تملأ عدلا، وأن الظلم لن يأتي، وأن هذه الجماعة لو حكمت هي الوحيدة التي تستطيع أن تحكم، وأنها صاحبة حق إلهي في أن تحكمنا، وأن هذه نصوصا موجودة في العقيدة الدينية، وعلى الناس أن تسلم بها. فبالتالي البحث عن مرجعية للوصول إلى الحكم، هذه المرجعية هي قداسة الخطاب الآتي أولا من المظلمة. المظلمة هي المدخل الرئيسي لتسويق الخطاب. نعم أستاذ عبد الهادي، يعني ابقى معنا. أعود للأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد، هل نستطيع أن نقول أن الميليشيا اشتغلت على الفرز العرقي العنصري خصوصا في منطقة السراري؟ نعم هذا صحيح. أعتقد هذه طبعا هي بؤرة اشتغل عليها علي عبد الله صالح منذ وقت مبكر، هو الذي سمح لمثل هذه البؤرة، وكانت ربما هي مقابل دماغ. كان علي عبد الله صالح يشتغل على هذا الجانب، يعني الأماكن الأكثر تواجدا للسنة يضع فيها ما حصل هي في مدينة تعز، لأنه كان له يعني تصفية حساب طويلة مع مدينة تعز، فوضع مثل هذه البؤرة التي تبقي هذه المنطقة قلقة، وخاصة في خطابها الأكثر تشددا، وهو المذهب الاثنا عشر جعفري. مما لا يعلمه الكثير طبعا أن منطقة السراري أو هذا المركز الديني اللي موجود في منطقة السراري لم يكن منطقة زيدية، إنما كانت هي ولم تكن صوفية كما يتم ترويجها بين الوسطى، هي منطقة شيعية اثنا عشرية مغلقة، هي المنطقة الوحيدة في اليمن إضافة إلى منطقة صنعاء القديمة ولكنها كانت ضعيفة ولم تحظى بدعم وتشجيع كبير، هي المنطقة الوحيدة في اليمن التي كانت منطقة شيعية اثنا عشرية خالصة. وبالتالي يعني هذه المناطق، استدعاء المظالم في هذه المناطق أو ادعاء المظلومية بشكل عام، هي منطق غير صحيح، منطق ينشط في الأماكن الأكثر سوءا والأكثر جهلا والأكثر فقرا من أجل استغلال الناس واستغلال حاجتهم لا أكثر. ولا متى ما وجدت الدولة وحضر التعليم بشكل حقيقي وحضر الثقافة لا يمكن أن تتواجد، لأن اليمن ليست بيئة مناسبة لمثل هذه الأفكار. اليمن تختلف تماما عن البيئة التي أنشئت مثلها هذه المظلومية. لا حتى في يعني حتى مسألة المظلومية لمسألة الحسين ليست بالطريقة التي روجت بها، ويعني وليس حقيقة أن تكون هذه بوابة الصراعات داخل اليمن. نحن لا علاقة لنا بهذا الصراع، لا علاقة لنا بمن يسمون أنفسهم بأهل البيت أو بالمظلومية أو بالشيعة. نحن يمن دولة حميرية لا علاقة لنا، والأصل أن يكون هنالك موقف صريح وصارم. ولذلك نحن نطالب بأن تكسر جماعة الحوثي، وبأن تجرم هذه النظرة وهذه النزعة السياسية الكهنوتية في الدستور،
حتى لا تعود لفعل مشاكل في المستقبل. نعم، ابقي معنا أستاذ فهد وأستاذ عبد الهادي، نذهب فقط لإبل الاطلاع على الوضع هناك وننقل الصورة، ما الذي حدث يعني في الشعور الأهمل بالذات بعد دخول الميليشيا؟ معنا من هناك الصحفي حمود هزاع، مساء الخير أستاذ حمود. فقدنا الاتصال، نعتذر منك أو سنحاول الاتصال بك مرة أخرى أستاذ حمود. أستاذ عبد الهادي، عودة إليك، يعني برأيك أستاذ عبد الهادي إلى ماذا تهدف الميليشيا من خلق هكذا فرز مناطقي أو عفوا عرقي عنصري خصوصا وسط مجتمع معروف بمدنيته مثل المجتمع التعزي؟ هناك إشكالية ربما الجميع لا يقرأ التاريخ بشكل جيد. بعد دخول الأئمة في العشرينات من القرن العشرين إلى محافظة تعز، كان الخصم الأبرز لهذه الجماعة باعتبار أن الملكية الدولة التي أعلنت المملكة المتوكلية اليمنية كانت زيدية خالصة، وبالتالي كان الخصم الديني بحكم تركيب الدولة كجزء من دولة العصور الوسطى، كان الخصم هي جماعة الصوفية وهي التي قادت مقاومة شرسة في تلك الفترة، وكان المركز الرئيسي لها منطقة يفرس في جبل حبشي وأجزاء كبيرة من صبر، لذلك صبر قاومت بشكل كبير، سقطت تعز ولم تسقط صبر، ظلت تقاوم 6 سنوات، فكان انطلاق الأئمة باتجاه منطقة يفرس في جبل حبشي، قام الأئمة بمصادرة كافة الأوقاف لمدة 2 سنة، تم ضرب جماعة الصوفية في البعد المالي، وبالتالي لا أدري كيف تغيرت المسألة، واستطاع النظام وجماعة الزيدية الشمالية احتواء جماعة المتصوفة وإنتاج متصوفة أخرى، خصوصا من بعد صيف 94 جرى إنتاج مجموعة كبيرة، كانت هذه البيوتات الموجودة في صدر من ضمنها بيت الجنيد، بيت الروميمة وبيوتا أخرى، كانت جزء من هذه العملية، كانت من قيادات المتصوفة، ولا أدري كيف جرى الربط بينها، أي أن هناك عملية إعادة إنتاج صوفية مفتعلة. نعم أستاذ عبد الهادي، اسمح لنا عشرية بحجة موالاة آل البيت. أستاذ عبد الهادي، إذن عاد إلينا حمود هزاع من إب، مساء الخير أستاذ حمود. مساء النور عليكم جميعا أستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ حمود. فيما يتعلق أستاذ حمود بسلوك الميليشيا في الشعاور والأهمول بالذات، حدثنا عن أبرز ما حصل. سلوك ميليشيات الحوثي في الشعاور والأهمول التي اقتحمتها السبت الماضي بعد قرابة 11 شهر من المواجهات، وبعد نفاذ الذخائر لدى مقاتلي المقاومة من أبناء المنطقة، لا يختلف عن سلوك الميليشيات في مناطق كتيبة في محافظة إب أو في تعز أو في كافة أرجاء اليمن. للأسف الشديد عقب سقوط الشعاور والهمول تحت في قبضة ميليشيات الحوثي، بدأ في ممارسة تفجير المنازل، إرعاب الناس، نهب الممتلكات، ممارسة اختطافات، تفتيش حتى الهواتف النقالة للمواطنين، أعمال كثيرة بشعة، مع أن هناك تم الاتفاق تسليم 8 أسرى حوثيين لميليشيات بوسطاء محليين مقابل التزام الميليشيا بعدم ممارسة جرائمها الانتقامية بتفجير بيوت أو اختراب الناس، لأنه ما عاد بقى إلا النساء والأطفال أو الذين لم ينخرطوا بأعمال قتالية ضد هذه الميليشيات. أما من قاتل الميليشيات فقد أجبر على الانسحاب خارج العزلتين خشية الانتقام، ومع ذلك بعد ما تم إطلاق قامت قيادة المقاومة بإطلاق سراح الأسرى الحوثيين، لم تتوقف الميليشيات وقامت بالأمس بتفجير 3 منازل في قرية الأهمول. نعم. تم تفجير منزل قائد المقاومة في الأهمول الشيخ حزام الهاملي، ومنزل
والد كل مسلم كي لا تلجأ أسرته إلى النبي في منزل رائده. نعم، هناك من يقول أستاذ حمود أن القرية أو القرى هذه أصبحت خاوية تماما بعد الدمار الذي لحقها بسبب دخول الميليشيا. هناك بسبب الرفض القوي للميليشيات في هذه المنطقة، هناك المئات من أبناء المنطقة هجروا مناطقهم، ولو كان لديهم القدرة على سحب عائلهم وأسرهم لأخذوها، لطلبوا منهم مغادرة المنطقة، لكنها منطقة فقيرة جدا شديدة الفقر، ويعيشون حياة بدائية. وربما المنازل حتى أمس قاموا بتدمير منزل لمواطن هو عبارة عن غرف بسيطة جدا أشبه بالعشة. نعم، فهذه المنطقة لا زالت تعيش حياة ما قبل 26 سبتمبر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حمود هزاع صحفي من إب، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يعني ماذا عن محاولة خلط الأوراق والتوجيه الممنهج تحت لافتات عدة من بينها حقوق الإنسان؟ الهدف الأساسي لخلط هذه الأوراق هي كيفية التغطية على مسألة بلد إسقاط سلطة شرعية، مصادرة كل شيء. صنعاء لم يعد فيها سوى لون واحد هو لون الانقلاب. بقية المجموعات غادرت، المجموعات كلها الجماعات التي تختلف في الرأي السياسي، والتي تختلف سواء في الرأي السياسي أو الاجتماعي مع جماعة الانقلاب، غادرت صنعاء كما غادرت ما كما غادرت إب كما غادرت إلى خارج اليمن. هنالك عدد كبير من الذين في المملكة العربية السعودية، موجود عدد آخر في تركيا، في أغلب البلدان العربية وغير العربية هنالك عشرات الآلاف ممن غادرون البلد. هذا اللون الوحيد الذي يجري ثربه كأن هذه المنطقة معتقل لجماعة الانقلاب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أكمل حديثي معك أستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني هل يشير يعني الحديث عن حقوق الإنسان إلى أن الورقة الحقوقية باتت ورقة يتم استخدامها للمزايدة وللتغطية عن على المواجهات العسكرية برأيك؟ نعم، هذا الكلام صحيح. في موضوع وهو ذات صلة بأن جماعة الحوثي اليوم هي تلقى دعما دوليا، دعما خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. جماعة الحوثي هي اليوم في المنطقة العربية من أجل ذلك توجه لضرب ثورات الربيع العربي، ضرب وكل المؤشرات أو لا يوجد طريقة حقيقية تستطيع أن تضرب توجه الربيع العربي إلا عبر زرع الطائفيات، إلا عبر العمل الطائفي. ولذلك جماعة الحوثي اليوم تحقق أو تنفذ هذا البند بصورة كبيرة في اليمن. هي هذه الجماعة الوحيدة التي استطاعت أن تضرب الربيع العربي وأن تدمر، أو هي تعمل الآن على تدمير ممنهج للربيع العربي. وبالتالي الآن هنالك توفير حماية لها. نحن وجدنا منظمات الأمم المتحدة بشؤون اللاجئين كيف تزور كثير من الحقائق، وكيف يتم التغطية على كثير من الانتهاكات التي تمارسها. العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي لم تعد سرا. كثير من التصريحات لوزراء الخارجية وللسفراء الأمريكان وكذلك ما تتناوله الصحف والمواقع بات واضحا. هنالك علاقة كبيرة، هنالك تغطية لجماعة الحوثيين. بالعودة إلى السؤال بأن المنظمات التي عملت أو ترفع بتقارير من اليمن لم تعد ذات مصداقية ولم تعد ذات حيادية، بات المواطن البسيط يستطيع أن يكتشف عور مثل تلك المنظمات التي تتغاضى عن كثير من الأعمال وكثير من الانتهاكات وكثير من الجرائم، بينما تحاول أن تكبر كثير من بعض الأخطاء إذا حصلت أو يعني أو بعض القضايا أن تصنع منها يعني تصنع منها شيء كبيرا، في حين أنها تأتي على جوانب أخرى.
يعني في قضيه الان مثلا قضيه حصار الذي حصل في منطقه السراري، عدد من المنظمات حاولت وكان لها تصريحات بانها ستنزل بإمام، في حين ان محافظه تعز محاصره منذ عام ونصف العام لم يتم الحديث عنها، منطقه الشعاوري محافظه اب محاصره منذ شهر لم يتحدث احد عنها. هنالك ابتزاز من قبل تلك المنظمات العامله سواء اليمنيه او المنظمات الدوليه التي تعمل في اليمن، ويعني كان لها مواقف مخزيه ومواقف سيئه. نعم، لو عدنا بالحديث عن الإعلام لدى المقاومة، هل برأيك يعني خاصة فيما يتعلق مع التعامل مع أسراء الحرب والإيضاحات التي جاءت في المؤتمر الصحفي الذي قامت به المقاومة، هل يدل ذلك على يعني موقف المقاومة أنه كان حصيفا ويقظا للتعامل مع منطقة حساسة كالسراري؟ أن خروج المقاومة بتصريح صحفي وبمؤتمر صحفي كان موقفا جيدا. حتى الآن المقاومة أظهرت انضباطا كبيرا في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، كذلك إطلاع الرأي العام والشارع اليمني والمحلي والدولي بحقيقة ما يحدث هو أمر جيد ويعني يجب دعمه والإشارة به. لا يجب الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني لم تعد لا يستطيع واحد الاعتماد عليها بشكل كامل، وخاصة يعني في النقل، بينما الأماكن الرسمية والخروج الرسمي من قبل المقاومة أو الجيش أو الأحزاب هو موقف جيد وينبغي أن يدعم وأن يشجع وأن يستمروا مثل هذه الأشياء. التصريح الذي خرج اليوم كان هو تصريحا مسؤولا، وعلى الأقل ينبغي يمكن للشخص أو للمتابع أن يتعرف على الأحداث من أو يتعرف على المواقف من أماكنها الصحيحة. نعم، طيب أستاذ، يعني لو تحدثنا عن برأيك، هل خيبت أيضا المقاومة أمال الميليشيا وأنصار بالمسلك السوي الذي قامت به، بينما هم كانوا يعني يستعدوا لاستدعاء مظلمة سلالية؟ لو تعيد السؤال. نعم، يعني برأيك هل خيبت المقاومة أمال الميليشيا في استدعاء مظلمة سلالية بموقف المقاومة الحصيف تجاه القرية؟ هذا صحيح جدا، هذا الامر صحيح جدا. حتى بعض التسجيلات التي المصوره التي كانت هي لبعض الشباب لم تكن لا تمثل المقاومه، بعض التسجيلات المصوره التي خرجت عن المنطقه او بعض الترديد من الشعارات لا تمثل المقاومه. موقف المقاومه موقف مسؤول وموقف سياسي، الخلاف مع جماعه الحوثي ينبغي ان ينحصر على الموقف السياسي فقط، الموقف الديني هذه مساله لا يمكن ان تخوض فيها المقاومه ولا يمكن الجيش الوطني، وليس هنالك خلافا دينيا. الخلاف مع جماعة الحوثي هو خلاف سياسة، هو أن هذه الجماعة اغتصبت السلطة وأرادت أن تحكم بحق تدعيه. الخلاف ينبغي أن يستمر مع جماعة الحوثي خلافا سياسيا، لا أحد يعني يختلف مع جماعة الحوثي لأنها تعبد أو تتخذ عقيدة محددة أو يعني دين من حق الإنسان، الجماعة من حق الحزب، من حق الطائفة أن تدين بالدين الذي تريد والمذهب الذي تريد وأن تمارس عقائدها وتمارس حياتها. المقاومة تستوعب هذا الكلام بشكل جيد، لا يوجد هناك نعم. خلاف عقائدي مع جماعة الحوثي، من حقهم أن يمارسوا عقائدهم وطقوسهم، بل كانوا خلال الفترات الماضية في منطقة الصراري يمارسوا عقيدة الاثنى عشرية وهي عقيدة مناقضة لمذهب أهل السنة، ومع ذلك لم يعترض عليهم أحد ولم يثبت أن هنالك اعتراض على هذه الجماعة، وتوسعت في كثير من مناطق جبل صبر ولم يعترض عليها احد. نعم استاذ فهد، يعني لم يعد لدي المزيد من الوقت، في اقل من دقيقه برايك استاذ فهد، نحن امام مطابخ جاهزه لعمل شائعات كلما تحقق نصر ما، برايك كيف يمكن تفكيك مثل هذه الشائعات وتحليلها ايضا؟ الوقوف امام هذه الشائعات بان يكون الاعلام المقاومه واعلام الجيش الوطني ان يكون حاضرا، الا يترك فرصه لمثل هذه الشائعات ان يخرج بين الفتره والاخرى ليوضح الى الناس ويضعهم على الحقيقه، سواء كانت الحقيقه هنا مع او ضد، ينبغي ان يقف وان يعني ان يحترم الناس وان يحترم المتابعين وان يحترم الشارع اليمني وان يوقعهم امام الحقيقه كامله، غياب المعلومه عن الشارع هي التي تدفع لحصول مثل هذه الشائعات. نعم، اذا بهذا الحديث أختتم معك أستاذ فهد سلطان الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الهاتف من الرياض، الشكر لك ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في المساء اليمني، عبد الهادي العزازي المحلل السياسي من تعز، العقيد محمد المحمودي رئيس المجلس العسكري مديرية مشرع وحدنان، وحمود هزاع الصحفي من إب، وكذلك مرة أخرى لك أستاذ فهد سلطان الكاتب الصحفي من الرياض، وهي لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم
لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.